يلا خلاص المفروض زفه هسه. أيوة والله حتتعبنا. احمد هلا حبي تعال عند حشوره. بارك الله فيك. شو اخبارك؟ اقول لك لا مو هلا بيك. شوف انت مو بالصاحب، انت اخوي. اي طبعا. والحائط وين يطيح؟ القاع. لا 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 يطيح على اخوه. ها على اخوي. شوف يعني مرتك الله يستر عليها. اي حلوه وصار صعبه وعلى اختها، فيا ريت تشوف لاختها. شوف اختها. ايوه عمي ذول يضربون بالعالي. شنو ايش تدري يا احمد؟ ايش تدري يا احمد؟ رحت الوراي والقدامي يلا دفعت المهر. احمد والله مليان انا احمد. ها والله يعني بيك تدفع؟ ادفع. لا عاد يعني ما ادري يعني احتمال المهر انت وال 30 مليون فوق. شنو 30 شنو 40 ايش تحكي احمد؟ ايش فيك؟ اوكي بس شوف لاختها يعني وين 30 مليون؟ حلوه البنيه. لا عاد 30 مليون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا بك. الف مبروك. الف مبروك. اهلا بك يا مرحبا. عادل تحكي وياها بس اجى نوح. هلا حبيبي شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. هلا بك. عندك شيء؟ عندي موضوع شوي. انا هم عندي موضوع وياك. اوكي احمد مثل ما تعرف انا عانس. اوكي انت عانس؟ لا انت اعزب. عانس البنيه. اوكي يعني جاي ادور على بنيه حلوه وهي ايه؟ الصراحه يعني اوكي وشفت اختي المره يعني حلو. لا 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 اختك عليها زباين كل شوي. لا 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 اوكي انا حاجز قبلك. بس لحظه لحظه خليني اقول شغله. ترى حسن جا قبلك والولد خطب قبلك وناوي يعطي المهر 30 مليون. خلاص 30 مليون تخت قال. طبعا حبي انا اعطي 31 32 شنو؟ 32 30 33 34 35 36 37 38 بعد 40 40 45 50 لا خصمها خصمها بصراحه خصمها. بس اقول لك صح بس مو بس فلوس يعني سياره شيء مثلا. ايش تدري بي يا احمد؟ ايش تدري بي يا احمد؟ ايش تدري بي؟ سياره دي مثلا سياره بسيطه مثلا الانترا شوي مرتبه. شنو لا لا كله عالي حبي كله دفع رباعي. ها سولف مثلا جيب مثلا جيب شيل جيب ها راح تشيل مثلا بيك لاند كروز رانج تفيدها. اوف هسه واحد حط 50 مليون واختك عليها سوق شهر عسل بخمس عواصم اوروبيه. خمس عواصم اوروبيه. هاي بالتلفزيون ما شايفين خمس عواصم اوروبيه. اختك الله الله هاي اختك شنو عليها صراحه؟ لا انا اختصرها باريس. باريس طقه واحده. اقول لك باريس و امس روما باريس برلين كلهن يعني انتم مصرين عليها يعني؟ طبعا شو البنات هو اقول لك عندي بنت خالتها بس ارخص شوي. لا يابا لا الا هاي وداتك اياها بنفس التايب يعني بس شويه صح شويه اللون مختلف كذا يعني باب ثاني هي شكل ليش ما تقبل بيها؟ لا 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 اقول لك بشيل لك بنت عمتها؟ لا 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 هاي يعني الا هالبنيه؟ آه عرفت الدنيا كلها الا هالبنيه هاي؟ تخبل يا هسه ما اعرف المن هي؟ الي الك؟ شنو لك؟ شنو لك؟ هذا قبلك انت؟ انا جيت يا بلا انا ولا انت يا اخي البنيه يا على طول يا اخي على طول البنيه تمشي توصل لها شو توصل مو تستمن مو تستمن بشر بشر. خليني اسال اختي اقول لك صح اختي جابت بس تو مزات جابت 50 مليون مهر وجابت رانج خمس عواصم وخمس عواصم اوروبيه يفرروها باريس باريس ومستعدين اكو واحد يقول بس باريس هاني ومستعدين هسه يدفعون ويشيلون. ايش تحجون انتم؟ اختي شلون وين تلقى هي الزواج احسن من هاي؟ اختي تحب لها واحد يعني مرتبطه. واو وياي 50 مليون نافاد وياها، ايش قد راح يعطيها مهر؟ 200 مليون 400 مليون، ايش راح يشتري مركبه فضائيه اذا رانج ما عجبتها؟ شنو هذا؟ منو هذا؟ شنو يعني مثلا شو عنده من سياره مثلا؟ عنده دراجه. دراجه؟ دراجه 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 واحتمال وزواز هاي مو 60000 دراجه؟ شو عنده بيت عنده شيء؟ يعني راح يقعد ويا اهله ايجار. يساكن ويا اهله بالايجار؟ ليش؟ تحبه. تحبه؟ اخوي طلعت تحب واحد عنده دراجه؟ ايه دراجه رانج؟ ايه وعنده بيت ايجار يعني يعني بالقمر؟ ويا اهله يعني ويا اهله يطلع ويا اهله. الظاهر القضيه ما تمشي بالفلوس، الظاهر تمشي قضيه بالحب. 50 مليون 50 ما بالحب الفلوس. اسمى من ال 50 مليون. يعني هاي هي؟ اي هاي هي شو نسوي؟ طبرا لله. بس انا اخذت من 20 مو؟ هاي غالية بس شباب ظل 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 بس لحظة لحظة قديش ترى 50 مليون هاي مخضنة؟ تحبه ما يهمها الفلوس. هو الحب اخبال يا قالت مو الحب اخبال. شوف الحلقة الكاملة حصريا على موقعنا www.utviraq.net